الصحة المستدامة سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم مع الدكتور جابرييل غريب، دائما الاختصاصي في جراحة الأمراض القلبية والشرايين، معنا هنا في استوديو البث المباشر. وكما ذكرت، هو فخر كبير للبنان ولكل العرب، اختير أبرع جراح قلب في فرنسا ما بين 200 ألف طبيب في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي من العام الحالي 2013. سنأخذ اتصالات المستمعين كالمعتاد على الرقم التالي 0-339-693-3314. وهناك أسئلة كثيرة طرحت عليك دكتور جابرييل من خلال صفحة الفيسبوك، سأحاول أن هيك أنسق وأن أكون عادلة بقدر الإمكان. من يستطيع أن يعدل؟ ما بعرف، بس على كل حال رح حاول. سنبدأ مع الأسئلة، وأول سؤال يأتينا من خلال الهاتف. من معنا على الخط؟ ألو؟ ألو خليل؟ ألو؟ إيه أكيد. خليل، عذرا لأنه الحلقة مصورة فما عم بقدر أقرأ، لأنه التابلو كتير واطي فما بقدر أقرأ. إذن خليل، أهلا وسهلا فيك، شايف عطيناك مجال من أول الحلقة اليوم. مرسي حياتي. شكرا. تفضل دكتور جابرييل عم يسمعك. يلا مرحبا دكتور. مرحبا خليل، لك سلام لي، بيضت وجوهنا والله دكتور. الله يخليك، فخرنا. الله يخليك، والله فخر لحبيب قلبي. الله يخليك يا رب. طول عمرك. منين عم تحكينا خليل؟ من لبنان. من لبنان. معلش بس على جانبي، زبط التأسة ما بعد؟ لا كتير تلج، بعد عم اقول لك يا كتير متلج. متلج ايه؟ بعد أليكسا. اسمها أليكسا، لأنه أنا وقت كنت بلبنان جمعة الماضي كانوا كل العالم شوي زعلانين ما في شتي، وقلت لهم طولوا بالكم ساريف دانسو الكول يبون. بس تلج يعني، هلا لو بتسد شوي بتتبس كتير متلج. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. أنا ما بدي طول. يلا الله يخليك يا رب. أول شيء أنا كتير بهنيك دكتور، والله أنت فخر عراسنا للبنان، وبهني لبنان عليك والله العظيم، بهني كل الدول العربية. خايف. الله يخليك حبيبي دوبري. أنا عندي سؤالين بسرعة، بدي ما أطول بالإذن منك سونيتا حبيبتي. تفضل خليك حبيبتي. تفضل. تسلميلي دكتور. أنا عندي أول سؤال بس، بحال إذا كان في مشكلة عند المريض بالأبهر بالأوركي نفسه، بتقدر تستعمل هالتقنية دكتور، أو مضطر إنك توقف القلب؟ بتصور إنه الأبهر ضروري توقف القلب، فما بعرف. صح، لأنه كل شيء بده بعدني أول هيدا الاجتماع اللي عملته مع سونيتا هلأ من شوي، قلت لها إنه توقيف القلب منستعمله كل ما نضطر نفوت لقلب القلب من جوا. الشرايين وقت اللي عم نعملهم زرع هني على سطح القلب مش بقلب القلب، يعني ترد على السؤال، الوقت اللي بنفتح نعمل شيرجي دو لابورت المام، يعني شيرجي للابهر، اوني اوبليجي مالوريزمون اوني اوبليجي دوفرير اداره الكور، ما في مجال، ولا بيفوت كل الهواء بالراس، ما المريض ما بيوعى. نعم صح. اوكي لا اوني اوبليجي، بس انه في 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 اشياء، في تكنيك جديده هلا صارت، مثلا الماشين بنعملها ميني ماشين، في اقل مضاعفات من الماشين الكامله اللي كانت تنعمل قبل، يعني صار في اشياء كتير صارت مغيره وايفولوي مثل ما بيقولوا الحمد لله. نعم. طيب عشان اختصار كامل للوقت، بس هو سؤال سريع دكتور. انا اللي بعرف حسب اطلاعي انه كل عمليات القلب المفتوح تقريبا كلها عم بتتم على الطريقه القديمه، اللي هي تقريبا فيها خطوره، وبنفس الوقت كمان يمكن اسهل للحكمة. وانا مستغرب انه من 2003 هالتقنيه انت عم بتقوم فيها. واحنا عندنا كتير جراحين ماهرين عندنا بلبنان، ومع كل هيدا ما حدا استعملها ابدا. يمكن مساله خوف او عدم خبره، بتصور هي خوف اكثر ما هي عدم خبرة أو شيء، هيدي واحد. بس السؤال دكتور، أنا مثلا أختي عملت قبل سنة تقريبا عملية قلب مفتوح، صد دكتور أنا ما كنت خايف أبدا من مهارة وشطارة الحكيم، كنت خايف من شغلة واحدة، لأنه صارت مع رفيقي قبل هيك عمل عملية لبنته، كان هي في عندها تقب ما بين البطينين، البطين اليمين والأيسر، كان في فتحة خلقية ما قدرت تتسكر عن طريق الأدوية، فاضطر أن يعملوا له عملية جراحية حتى يسكروا هالتقب هيدا. صح. العملية نجحت دكتور، يعني تصور البروفيسور، أهم بروفيسور بأوتيل دي عملها، مع كل هيدا توفت البنت لسبب بسيط مش من العملية. توفت أنه القلب وقت ما حاولوا أنه ينعشوه بعد العملية ما استجيب ابدا للصدمات، ما استجيب ابدا وظل موقف. هلا انا سؤالي هون، هلا انا كنت مرعوب كثير على اختي، كونها اختي ما كنت خايف من العمليه، كنت خايف من هالنقطه هيدي، لما بحال
انعاش القلب انه ما يستجيب. هلا انا في عندي سؤال قبل هيك بدي اساله بس انا ما حبيت احرج اي حكيم عن طريق من الضيوف سونيتا لانه بتصور انه سؤال محرج يمكن انا بعرف الجواب. بحال انه صار هالشيء والقلب ما استجيب وليش حتى العملية بس القلب ما استجيب للإنعاش، شو هي الخطوات اللي ممكن يتبعها الحكيم حتى ينجد المريض؟ أنا اللي بعرفه إنه ما في، بس أنت ما بعرف شو رأيك، لأنه وقتها ما قدروا يعملوا شيء للطفل الصغير وتوفت. فهمت فما في أي عمليات إسعافية دكتور؟ هو سؤال شوي بيقهر يعني. إيه شوي إيه. هلأ رح جيبك على السؤالين. أول سؤال عم تقولي ليش ما بتعمل بلبنان؟ بعتقد أنا ما في ولا جلسة عملتها إلا ما كتير حكيت بيانسيور على النيفو تبع جراحين لبنان اللي كله نيفو منشوف حالنا فيه، وفي اكيد يمكن اكيد والاوف بومب اكيد عم بينعمل يمكن مش بشكل روتيني، بس ليش الجراحين ما كملوا؟ انت اعطيتني جواب لانه افكتيفمون التكنيك صعبه وبدها تريننج وبدها مسابقه وبدك ما يصير في نوع من رجاء انك تقول ما بدي اياها لانه صار في اشك لاول مره. الاشك بصير بكل الحياه يعني اشك لا بروميير فوا اون لو راتراب يعني بنرجع بنستنى اول فشل يعني أول فشل. انت سبرت دكتور بعد اول فشل وما صار فشل لانه دائما في الحاله الثانيه المكنه ورا في حال حسيت شغلي منا ظابطه بتمشي المكنه ما المكنه ستاند باي وراك عرفت شو قصدي. انا بعتقد ما صار في مصابره وفي شغله ثانيه كمان بدنا نقولها معلش يعني بما انه صاروا عم يحكوا شوي العالم عنا بدها شويه مهاره كمان معلش يعني وقت اللي بتصفي زرع الشرايين على 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 المنطقه السطحيه بسهله وقت اللي بتصفي بدك تعمل برجع بكررها لللاترال وول يعني للمنطقه الشمال والجدار الشمال يمين وتحت وفوق وبدك تشيل القلب وتحركه بكل اتجاهات وتشيل تعمل له نوع من انيوكلياسيون اكيد سي كومبليكي سي ديفيسيل. هاي اول شغله. الشغله الثانيه مالوريزمون ديمور اون شيرجي كاردياك سا اكزيست كلكل سوالا اجبت ما بقوله الوفاه في حاله موجوده يعني مثل ما بقوله هيدي عمليه القلب فيها لافي الى مورك وهي لو سكسي الى شيك سي كوم سا. ما فيني اعطيك جواب ديريكت على اللي صار مالوريزمون اوقات لو كور نديسيد با دو ريبارتير مثل بقوله وقت اللي بتخلص العملية. هلا اسكي لافي مويان لافيك لاش قديش قد كان عمر البنت خليل بنت الصغيرة؟ كانت عمر في سنة ونص سنتين تقريبا صغير ما استجيب ابدا. ايه ما يافي با دوتر مويان. لو كانت اكبر من هيك بينعمل لها نوع من اسيستانس سيركيلاتوار مثل ما بيقولوا اكمو او شيء من هالنوع بس انه اسيتاج لا اونفيريان بس اللي مالوريزمون معلش مثل ما بيقولوا فوالا سيتي هذا سيتي سيتي سون ديستان سيتي سون ديستان كوا ما في دي الا اكثر من هيك معلش تسمح لي. وبالنسبه للسؤال جاوبته على السؤال الاول بالنسبه لاختك خليل كل شيء منيح الحمد لله حبيبتي بس هي ما عم تراي يعني تعرفي انا لو في وقت انا كان بدي خليها هي تحكي بس حتى لانه هي ما بعرف يمكن لانه انا خيا ما بتوثق فيي كثير غير من انه حكيم انه يحكيها وانا متاكد انه الحكيم حيحكي لها الحكي اللي انا بدي اقول لها ما بتنزل وزنها اكل ملح حرام ما بعرف ما عم بترد ما بعرف قد ايه عمرها اختك خليل؟ عمرها شيء تقريبا 43 44 يعني بعد صبيه يعني بتاكل ملح والي اوباز كثير يعني تصور دكتور قد ما هي زاد وزنها سكري وضغط وعملت عمليه قلب مفتوح وبعدها نفس الشيء طب ما حرام هذا انتحار يا ريتك مرات اللي اياها يا ريتك خليتها تحكي معنا يا خليل الوقت انا بعرف انه كثير هلا مصفين حرام يعني انا هلا عندنا ياسر ناطرنا ايه بالامارات تعريف خليها تسمع الحلقه على الانترنت بس نحط الرابط لحلقه كاتيا نحط اللينك وبيسمع شكرا يا خليل تحيه لكم جميعا في لبنان الله معك خليل دكتور مرتيني حبيبي شكرا تحيه لك الله يقويك صحه مستدامه ميرسي سننتقل الى الامارات بعد لبنان الى الامارات مع ياسر عذرا يا ياسر نطرناك على الخط الو ياسر تحياتي اهلا وسهلا يعطيكم العافية وخبرية كتير حلوة لكل العرب بصراحة وللبنان بشكل خاص شكرا يا ياسر شكرا لكم بس بدي أول شيء أقوله للدكتور جملة كتير صغيرة أنه دكتور مش عم يلمس دكتور جابرييل مش عم يلمس قلوب المرضى لمس لنا قلوبنا كمان بهالخبرية الحلوة شكرا ياسر طول عمرك ياسر تفضل دكتور بصراحة أنا عندي أول شيء سؤال مخصص لوالدي عمل عملية قلب مفتوح وبعدها صار عنده يعني بعد تقريبا شيء 5 شهور أو 6 شهور صار عنده نزيف بالدماغ
وبعدين ما عاد في عنده أي سيطرة على عصبيته، يعني تعالج منها عن طريق الفيزيوثيرابي وهيك قصص، بعدين صار عنده عصبية دائما يعني بشكل مستمر. نعم. وما عنده الليفل شوي انه تحت، لا دائما معصب للماكسيمم. نعم. هذا اول سؤال، شو يعني برايك شو الحلول؟ اول شيء قلت لي ونعمل عملية قلب مفتوح، عملية شو عمل؟ هو غير اعتقد غير ثلاث شرايين. طيب ايه؟ والنزيف بدماغ شو كان من اسبابه؟ عصبية وزادت بعدين. لا لا عملوا له سكانر ياسر لحظه، عملوا له سكانر وقالوا له عصبيه، اما كان في نزيف بالدماغ. النزيف ما بيجي من العصبيه. السكانر شو عطى؟ كان عم يسوق السياره بعد فتره، ويمكن ما بعرف لانه ضغط السير او شيء، فيمكن هيك فجاه عصب او شيء، ما بعرف شو سبب اصلا نزيف بدماغ بصراحه، وصار معه نزيف بدماغ. معه ضغط ام لا؟ معه ضغط. في لا عم بيتعالج للضغط؟ عم يتعالج لا انه عم بيتعالج بس عم بيسابر على اخذ الضغط تبعه بالمكنه. ما المشكله دكتور، الدكاتره بغيروا له الادويه على كيف كل واحد. انا بعتقد النزيف اللي عمله براسه ما له اي علاقه بالنرفزه وما له اي علاقه بالعمليه. النزيف بعتقد ناتج عن بوسي، مثل ما بيقولوا ضغط، بوسي دي بيرتونسيون، ناتج يعني عن نوع من ارتفاع لضغط مفاجئ، نوع من ضغط مفاجئ اللي كان سبب من اسباب النزيف بدماغه. ياسر ما له اي علاقه بقصه النرفزه هي، معلش لو بدي لك اياها بصراحه. نعم. إذا شو بتحب تعرف ياسر؟ ياسر شو بتحب تعرف للوالد؟ كيف فينا ننصحه؟ كيف دكتور جابرييل في ينصحه؟ بدي أول شيء نصيحة من الدكتور. طبعا هو بيدخن، عمره تقريبا 73 سنة. نعم. وما بيقدر يوقف دخان. كلمة ما بيقدر مش مزبوطة، لأنه أنا عامل عمليات كتير من الخليج ومن الكويت وهيك، وبتعرف كله هذا الشعب كله بدخن، مثل لبنان ومثل دول غيرها. أنا بقول لهم شغلي، وقت اللي بيفوتوا بدي يعملوا عملية بشوفهم أنا بالكونسلتاسيون اللي عنده، بقول لهم شغلي، هيدا زر on off، يعني بتشيل بتظهر من عندي. قلت له بالمكتب عمليتك بعد أسبوع، العلبة الدخان الموجودة بجيبتك بتكبها بتنكي الزبالة، وما بدي اسمع بقى بوجودها، يعني on off. بقول لي أنا معود عامل نوع من أكوتيمو، يعني من نوع من إدمان عليها. أنا هالشي ما بعتقد كتير فيه. إذا هو 73 سنة ما قرر يوقف دخان، بعتقد حتى زرع الشرايين ما رح يضاينه، يعني اكيد ما رح يضاينه. بعدين بالنتيجه صحته، يعني قديش بدك تعطي نوع من ادفايس للعالم، نصائح اذا ما بيطبقوها. ما هو بيستغربوا انه علق تعليق بسيط، قال انه يعني شو بدكم تخلوني اعيش 10 سنين زيادة مثلا. ايه 73 سنة منه كبير. 73 سنة ياسر منه كبير. انا بعدني عم بقول قبل وقت بلشنا الريبورتاج اليوم، قلت لها ان اليوم معدل الاعمار اللي عم نعملها بفرنسا 63 سنة، بده صفوا 80 سنة بعد 30 سنة، يعني 73 سنة بالنسبة لنا ماشي. هذا الروتين صار عندنا، اكيد بده يوقف الدخان، اكيد بده يعيش 10 سنين اكثر، بس بده يصبر على الدواء. ما بعرف مين عم بيستلمه، من اي طبيب قلب عم بيستلمه، هل يا ترى معه سكري ام لا، ما بعرف. يعني عنده ما معه سكر. الدكاتره اللي مستلمينه بسوريا، انا يعني بسوريا موجود بسوريا. اوكي بس انه بالنتيجه انا بعتقد عمل هذا هالمصيبه من ورا الضغط، بده يسابر على الدواء، بده يوقف التدخين، وعم ياخذ بيتا بلوكون، عم ياخذ بيتا بلوكر للقلب. بتعرف شو عم ياخذ ادويه ام لا؟ لا بصراحة. طيب يعني نيتروغليسرين وأدوية ضغط مشكلين تانية. أدوية ضغط. أوكي. بدي نسابر كثير على ضغط ياسر، هذا أهم شيء. أوكي. ويخفف الملح. أي. نعم. تمام. طيب سؤالي الأخير. تفضل. إنه في عندك شيء خطة بإنك تتوجه بفكرتك وتنفيذها لمنطقة الدول العربية أكيد ودول الخليج؟ أكيد عم بصير نوع من النشاطات بهالموضوع، تيجي الوقت بحينه. كتب لك دكتور من الإمارات هلا، رح أقرأ لك. أوكي. يمكن ياسر دكتور غريبي يروح لعندكم قريبا جدا، ما حدا بيعرف. إذا شكرا يا ياسر. بدي أشوفه بشكل شخصي، أنا صحفي هون بشتغل بدولة الإمارات، وإن شاء الله بنشوفك. إن شاء الله خير، تمنونك. إذا عندك لقاء صحفي بالإمارات قريبا جدا. وسلامة قلبه بيك. سلامة.
تحية لك زميل ياسر إذا. تحية لك. شكرا لك. شكرا مع السلامة وصحة للوالد، طبعا صحة جيدة للوالد. سننتقل إلى عبد الله في السعودية، ولكن لحظة رح بس نقول لك تهنئة من الدكتور مهد عزام، محمد عزام قياسي، اللي بيقول لك ألف ألف مبروك، نتمنى مزيد من النجاح والتألق العلمي والعالمي للدكتور، ومنتمنى نشوفه قريبا يتألق في دبي. شكرا دكتور محمد. شكرا دكتور محمد. شكرا لك. إذن سأنتقل إلى عبد الله في السعودية. ألو. ألو. ألو عبد الله. ليه هيك عم تلهت؟ ناطر على الخط. كيفك يا عبد الله؟ يسعد مساك وأنت والدكتور. أنت مساك. يسعد مساك عبد الله. يسعد مساك. تفضل. شلونك دكتور؟ طيب. الحمد لله. تفضل عبد الله. إللي شو؟ والله حبيبي أنا طبعا أشرب الدخان من 99. قديش عمرك عبد الله؟ عمري والله مو كبير، 29 سنة. أها. وعم بتدخن؟ من إيه من سنة 99 يعني. إيه. يعني نحن لازم نحسبهم يعني. يعني 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 خلقت عم بتدخن عبد الله. ما هي؟ وبعدين دكتور هسا صارت عندي ريفة وجسمي يبرد وعرق، إلى صار مثل أمشي لي كيلوين أو ثلاثة. عندك رفة بالقلب؟ بالغالب إيه، وعندي سر عرقة وحالي يموت. ما فهمت بليز، بتعد لنا عبد الله؟ أنا أقول هالساعة أحس عندي صارت ريفة بالقلب، قلبي يقوم يريد. عندك رفة بالقلب يعني عندك نبضات سريعة، عندك تسرع بالنبضات، هيدا هو اللي بدك تقوله؟ وأعرق وحالي يموت، رجلي يموتن. إيه عبد الله، شو بدي لك؟ إديش وزنك؟ والله وزني 80، 83، 84. ها 84. وإديش طولك؟ طولي مو طويل والله، يعني يمكن 70 سنتي. يعني فينا نقول انك سمين، يعني انه الوزن عندك وزن زايد. عندك وزن زايد. هيدي اول شيء. ثاني شيء، فحوصات الدم شو عاطي؟ في سكري بالعائله؟ عندي ضغط، بس ضغط مو قوي حلو هاي، بس اذا زعلت اعصب وناخذ له يمكن ساعتين. لا انا قصدي عبد الله بدي اسالك، عامل فحص دم شوف اذا في سكري كوليسترول ام لا؟ في الاهل مثلا الوالد الوالده عندهم سكري؟ لا ما عندنا، بس الوالد عنده، الاخواني ما عنده، الوالد ما عنده الله يرحمه، بس عندنا الوالده خالي كان عنده. اوكي. في طبيب استشار طبيب عمل لك فحوصات للغدد او شيء من هالنوع؟ لانه قصه العرق ما ضروري يكون من القلب عبد الله بهالعمر، يعني ما انه ضروري يكون القلب المشكل. والله فحصت ونهاني الدكتور عن الدخان، قاعد مغلي الدخان. قديش بتدخن بالنهار؟ قديش بتدخن بالنهار؟ والله الى اني مرتاح ادخن، ولو صار مثل زعلان ولا شيء ادخن علبتين. حرام والله، حرام يا عبد الله. لازم ما تزعل يا عبد الله. يا عبد الله يا عبد الله، هيدا بيقولوا له نوع من نوع الانتحار هذا بعمرك، حرام. انا بعتقد ب 29 سنه، اكيد انا شخصيا بقول ما بك شيء. انت من نوع من اللي بتنرفز شوي، ايه عصبي شوي. اي عصب، اذا صار مثلا اسمع لي كلام ولا عصب ولا هذه ازعل، تصير عند الحاله هذا، تصير عندي الريفه وتصير عرقه. اكيد هذا كله نوع من ما بقولوا نوع من بروبلم نرفو، يعني عندك مشكله عصبيه بالاحرى. ما لها علاقه بالقلب عبد الله، ما تعطي الهم، بس بدي منك من كل بد توقف نهائيا الدخان ب 29 سنه، يعني انت بكره بصير ب 40 سنه اكيد بدك عمليه. اي فاذا مش انت تجنب عمليه بعد 10 سنين. حرام. من الافضل ايقاف التدخين. حرام. عبد الله ان شاء الله بتتصل فينا بعد اسبوعين وبتقلنا نجحت بعمليه توقيف الدخان. وبدي منك تشيل شي 10 كيلو بشوف انه بتصير احسن. ايه شويه رياضه. طيب بس دكتور تنصحني اعرض روحي للدكاتره؟ لا ب 29 سنه شو بدك تروح تعمل؟ بس بدي منك فحص دم كامل وفحص للغدد، الغده. لا دمي زين، دمي. عملوا لك فحص غدد، عملوا لك فحص للغدد للتيرويد، ما بعرف، عملوا لك فحص غدد الغدة الدرقية. فحصت الغدة الدرقية؟ فحصت ولا عندك نية تفحص الغدة الدرقية؟ لا ما فحصت، بس على كلامكم هذا أفحص.
يلا شكرا. عم بقول هون فحوصات ضعف لك شي 10 كيلو وقف الدخان ورجع احكيني. ترجع تحكينا عبد الله. طبعا دكتور جابرييل غريب مستعد انه يساعدك من خلال الايميل او من خلال التواصل عبر الصحه المستدامه. شكرا لك، تحياتنا لكم بالسعوديه. شكرا على شكرا للدكتور. شكرا شكرا عبد الله. سلامه قلبك عبد الله. تحيه لك. ابو عادل الان ينتظرنا من الامارات. ابو عادل الو. الو السلام عليكم. اهلا يا ابو عادل، عذرا نطرناك. ما عليش هذا التزم، عم نعالج ملفات طبيه طويله شوي. والله ما تقصرون فيكم الخير، انتم كلكم تفيدون الناس اللي يتصلون فيكم والمستمعين كلهم، وبرامجكم كلها مشهوده يعني. شكرا يا ابو عادل. تفضل تفضل دكتور جابرييل، عم يسمعك انت اخر اتصال. تفضل تفضل ابو عادل. الله يسلمك، ميزان حسناتك ان شاء الله. دكتور انا عندي ولد عندهم من هذا فئه المتلازمه داون، يعني متلازمه داون يعني سندروم دو داون. طيب عمك هذا عند القلب من الصوره، يوم كان هذا كان في ثقب فتحه في القلب مثل ما يقولون. فقالوا اخروا اللي قالوا تسكر الفتحه روح اوتوماتيكيا ما ادري شو. قديش عمره؟ قديش عمره الحين؟ وصل ريال ما شاء الله فوق 21 سنه. 21 والفتح بين البطين اما بين الاذين؟ خلاص بعد عمرك تحول من اليسار الى اليمين، يعني احنا نكلم الدكاتره قالوا الحين خلاص ما نقدر نسوي اي شيء، يعني المفروض تحول من اليسار الى اليمين. نعم. تحول من اليسار الى اليمين. ايه فاذا عنده اوكي انه قالوا اي تدخل ما نقدر نسوي، يعني المفروض بست خمس سنوات وهو صغير كان يشكرون. زين انتم تقولون تاخرت تقولون بعدين. امتين انعمل الدياجنوستيك تبع امتين انعمل تشخص اكيد ليش كان عمره وقت تشخص؟ هو يوم الصغر ترى انولد بمستشفيات الدولة هني بإمارات. يعني بأي سن يعني بأي سن عرفته إنه عنده متلازمة داون؟ من متلازمة طبعا يبين أول من ولادة يبينها عنده متلازمة. يعني موات الخلق ما هيك يعني. إذا قلت لك الاسم بتعرف حكيوك شيء عن تترولوجي فلو؟ لا والله ما قالوا، بس أنا فهمت منهم قالوا خلاص كان الدكتور بعد في مسمى قاسم كان هذا يشرح للطلبة اللي عنده، فأنا فهمت إنه خلاص قال هذا ما نقدر نسوي له أي شيء وخلاص تحول من يسار اليمين، وكان في زميل عندنا دكتور في العائلة بعد نفس الشيء قال خلاص الحين كذي ما نقدر نسوي له أي شيء حتى ولا شيء. وكيف عايش كيف عايش بالوقت الحاضر؟ على سبرين وعلى شو اسمه على أشياء هاي يعني. مميعات الدم يعني بياخذ مميعات ايه الاسبرين هذا اساس ما يكون صحيح. الافضل ابو عادل تقدر افهم على المزبوط بدي يا ريت تبعت بالملف الطبي. ابو عادل رح حولك لعند كاتيا وتاخذ رقمك كاتيا وتبعث لنا الملف الطبي بالايميل، وطبعا الدكتور جابرييل بيعطيك رايه بالايميل ونحن بننقل لك اياه او بتتواصل معه مباشره عبر الايميل. انا باخذ منهم التقرير وبستورش لك. ولا شكرا كريتا نقدر على المزبوط نجاوبك. شكرا 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 شكرا، تحية لكم بالإمارات. أنا بعرف أنكم كسر تستمعون إلينا خاصة أثناء تنقلكم في السيارة، عندك كتير كلمات. خليل الخليل بحث عنك جدا وحط لك نبذة من حياتك على صفحة الفيسبوك، اشتغل أحسن منا خليل. خلينا خليل ما هيك. عندك أسئلة كتير على صفحة الفيسبوك، للأسف أنا أعتذر من كل مستمعينا لن نستطيع أن نطرح الأسئلة، وإذا أتاح وقت الدكتور طبعا اذا عندك شويه وقت دكتور جابرييل تقدر تجاوب بسرعه. ما بعرف اذا بتكتب عربي، ما بتكتب عربي؟ لا انجليزي. انجليزي. اذا بيقدر الدكتور جابرييل يجاوبكم بكلمتين ويوجهكم بنصيحه معينه فساطلب منه الدخول الى الصفحه والاجابه عن أوكي. كل هذه الاسئله رح نطمع بعد شوي بكرمك اكثر. الدكتور جابرييل غريب شكرا جزيلا لك على مجيئك الى استوديو مونتي كارلو الدوليه هنا. اذكر بانك اختصاصي في جراحه الامراض القلبيه والشرايين، اخترت ابرع جراح قلب في فرنسا ما بين 200 الف طبيب في شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي 2013، نجدد فخرنا واعتزازنا بنيلك لهذا اللقب. إذن تحياتي لك، تحياتي إلى كل مستمعي مونتي كارلو الدولية، إلى جيوم كابلي في قسم هندسة الصوت والإخراج، إلى كاتيا سعد في قسم التنسيق. أطيب التحيات لكم من سوني تناظر، عودة إليكم في الغد مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. باي باي.